يا صاحب الهم إن الهم منفرج لا تجزعن إن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. عباد الله، لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، ولا بد حينها من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. لكن لماذا الابتلاء؟ قال أهل العلم لأمور عدة. أولها تطهير الصفوف، كما قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن حكم البلاء أيضا تربية المؤمنين، ففي الابتلاء نضج وتقوية للصفوف وصقل للمعادن، كما قال الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وكما قال الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير للسيئات، فيخرجون من الابتلاء كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالذنوب عباد الله لازمة للبشر، فمن رحمته تعالى ابتلاهم وتعاهدهم بالبلاء من حين إلى حين لتتحاط عنهم خطاياهم بالصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإن كان الصبر ضرورة لأهل الإيمان فهو أكثر وأشد ضرورة للرسل والأنبياء ومن سار على طريقهم من الأتباع الصادقين. قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء ابتلاء، قال بأبي هو وأمي لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. حصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناؤه، طعن في شرفه وعرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، ومع هذا يردد ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ثم صبر الأتباع الصادقين من بعده، كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عن أتباع الأنبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، بعث عمر برسالة إلى أبي موسى قال فيها اعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصيبات حسن، لكن الصبر عما حرم الله أحسن. الصبر في المصيبات حسن، لكن الصبر عما حرم الله أحسن. لا بد أن تعلم رعاك الله أن الحال لا تدوم على وتيرة واحدة، فما من بلاء إلا وخلفه فرج والعكس بالعكس. تأمل في قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلا بد أن يعلم المبتلى أن الفرج آت لا محالة، فالمصائب والبلاء أيام معدودة ثم لحظات وتنجلي. كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة صيف ثم تنقشع. لكن قبل أن تنقشع لا بد من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. قال بعض السلف أفضل العبادة انتظار الفرج من الذي بيده مفاتيح الفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج لا تجزعن إن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله. وحتى تهون عليك المصيبة عبد الله انظر إلى مصاب غيرك. آدم عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا، أخرج من الجنة وتاه في الأرض وقتل هابيل قابيل، وبكى نوح 300 عام وصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأخذ الطوفان ابنه ولم تؤمن زوجته، ثم ألقي في النار الخليل
ووضع ابنه وزوجه في واد غير ذي زرع، ثم يأمره الله بذبحه، ثم هو يصبر ويحتسب. وبكى يعقوب حتى ذهب بصره، وقاس موسى من فرعون ومن بني إسرائيل ما قاس، وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا البرار والصحراء، ومحمد مطارد في الغار، قاس الفقر وقتل أصحابه. هذا حال الأنبياء، وهم أشد الناس حبا وثقة بالله. عباد الله، ما تمر به بلادنا اليوم من فتن ومصائب وأهوال جسام تحتاج إلى صبر وثقة ويقين برب العالمين، وأنه لا يأتي من الله إلا خير، وأنه لا يأتي من الله إلا خير. سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فردد وكرر وادع دائما، اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتليته صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، يا حي يا قيوم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.